شهد منفذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بمركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم توفير اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو. افتتحت مؤسسة حياة كريمة عددا من المنافذ المتحركة بالدقهلية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منافذ متحركة بمراكز ميت غمر وبالقاس والمنزلة بالدقهلية، وأيضا منفذ ثابت بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر. ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيها للكيلو، ولحوما بلدية بسعر 310 جنيهات للكيلو. النهارده معانا اللحوم مستورده، سعر الكيلو 185 جنيه، طبعا ده سعر بالنسبه للاسواق سعر منخفض جدا، ده الهدف منه ان احنا بنقلل الاسعار ونحارب جشع التجار الموجود معانا في الاسواق، وده فعلا يعني الحمد لله رب العالمين تم تنفيذه، بدا نزول الاسعار بالفعل في عند الجزارين وفي المحلات، وده الهدف الاساسي والرئيسي من مبادره السيد الرئيس. تواجدنا النهارده للمره الثانيه على التوالي تلبيه لرغبه الساده المواطنين لتوفير اللحوم المدعمه باسعار مخفضه مقابل نظرتها طبعا في الاسواق. يعني احنا الكيلو النهارده ب 185 جنيه لحوم قطع. المبادره يعني تقريبا لفت جميع ربوع الجمهوريه، واحنا النهارده يعني موجودين للمره الثانيه، وان شاء الله هنبقى موجودين على مدار الايام السابقه القادمه سواء عن طريق المنافذ الثابته او المتحركه. الناس متحمسه جدا للحوم، وفي اقبال شديد عليها بسبب السعر الكويس والجوده العاليه. وانا كمتطوعه في حياه كريمه احب اشكر مؤسسه حياه كريمه والقائمين عليها. انا شايف اقبال تاريخي، بسم الله ان شاء الله كنا جايبين كميه كبيره فوق ال 250 كيلو في اقل من نص ساعه، الكميه على النهايه ان هي تخلص. احنا بنبيع كيلو لحوم مستورده ب 185 من دعم السيد الرئيس من مؤسسه حياه كريمه. بشكر سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتاني مره في السنبلاوين، ودي حاجه جميله جدا خففت عن المواطن الاسعار. زي ما انت حضرتك شايف الاسعار عاليه، فانا وانا معدي شفت العربيه، ف يعني بصراحه اللحمه جميله وكويسه، وانا هاخد منها البيت ان شاء الله.